نعطيك واحد ديال الكراشل جربتهم زعما زوينين. كراشلات ايه كل وحده على حسب المقادير اللي عندها. المهم اللي بغيتي انا كندير زلافه زيت وزلافه سنيده ايه وزلافه بيض يعني اربعة البيضات كبار ايه اذا كانوا البيضات صغار ديري خمسه ايه ومعلقه خميره العجين وخميره حمراء ايه وجوج ديال الطاسات ديال الطحين كنعبرهم انا بالحك د مطيشه وداك الشيء كنجمعوه بنص سطر د الحليب ايه وكنديرهم في الميكا هاد الشيء كله كنديرو في الميكا وكنبقى نسد الميكا بيدي وكتبقى تضربيها فهمتي ايه عرفتي كيجيو فنين زوينين زعما كيجيو رطبين معجنيش لداخل ما معجنيش ايه وفاش كديرهم في الميكا وكتضربيهم فاش كتستخدميهم زعما بحال هكا بابا بيديك ايه هما راهي مخلطين يعني بديك الطريقه هما غير مخلطين وكتخليهم في الميكا كتخليه بلاصه بحال هكا كتمشي لراس الميكا عاد كتسديه ايه باش كتخلي ديك وبس الا زعما تنفخ العجينه وفاش كتخمر كتهزي وكتحطها بحال هكا في شي صينيه ولا في شي لاطا ايه وكتصفي عليه الطحين وكتنفسيه شويه ايه واخا الفقاعات كتنفسيهم صافي وكديرهم قريصات ايه زوينه هاد الطريقه زعما جربتها انا لا مزيان مزيان حنا كنبغيو حويجات اللي مجربين كاينه واحد الطريقه اخرى تفضلي اللي في الميكا كديري بياض بيضه والصفار كتخلي حتى تدهني به وكاس زيت وكاس سنيده ايه وكاس الحليب وخميره العجين كاس الحليب يكون دافي ايه وكاس كاس ماء دافي والعجينه وخميره العجين ايه العجين معلقه انا اللي كندير ايه واخا وخميره حمراء وخميره وحده ديال الحلوه ايه صافي وكديريهم في الميكا وكتبقاي تضربيهم حتى زعما كتعدي بيهم طريقة سهلة فعلا ما كتمحنش بزاف زوينة وكتجي بحال اللي زعما الناس ضاربهم مزيان مزيان حيت كتبقاي تضربي وما كتضربك يدك ايه لا مزيان هذه طريقة سهلة الله يعطيك الصحة منار الله يلاه شكرا تبارك الله عليك صباحك مبروك.